كل عام والمعلم العماني في عطاء متجدد وطموح لا ينضب. مشاهدينا نحتفي الليلة بإذن الله بالمعلم العماني من خلال هذه المساحة، فنرحب باسمكم بالأستاذ محمود بن سعيد البلوشي معلم لغة عربية. مساء الخير أستاذ محمود، وكل عام وأنت أكثر ألقا. مساء النور، كل عام وأنتم طيبين. طبعا كل عام وجميع المعلمين في سلطنة عمان بألف خير وصحة وسلامة. طبعا أشكر لكم أول شيء إتاحة الفرصة للتعبير عن امتناننا لجميع المعلمين حقيقة اللي إحنا درسنا على أيديهم، والمعلمين الآخرين أيضا اللي زاملناهم طوال هذه الفترة الماضية. واجبنا نحن اليوم في كل ميدان، نعم. الطبيب، المهندس، المذيع أيضا، في كل مجال نحن نتاج أنتم صنعتموه في تلك البدايات في المدارس الابتدائية ثم الإعدادية الثانوية وحتى أيضا في ميادين الجامعات. نبدأ بهذا اليوم 24 من فبراير من كل عام يؤكد على دوركم الفاعل أيضا في هذه المنظومة التعليمية، ننطلق من هذا الحديث. والله طبعا دور المعلم بالتأكيد يعني دور لا يخفى على الجميع، وبالتالي يعني المجتمع صار فعلا مدرك لهذه القيمة، قيمة المعلم. وبالتالي مسألة الاحتفاء بالمعلم بتخصيص أيام له طبعا وليس يوم، هناك يوم الخامس من أكتوبر تقريبا هو يوم عالمي للمعلم. صحيح. في مختلف دول العالم، لكن تخصيص يوم معين للمعلم في عمان يعني لفتة طيبة فعلا، تتيح للمعلم إدراك مدى الاهتمام ومدى السعي من طبعا من الحكومة ومن المجتمع أيضا ومن أبنائنا ومن الجميع يعني في الاحتفاء بالمعلم وبقيمة هذا المعلم وإعطاء الدفعة لمواصلة هذا النجاح دائما يعني وأبدا. بكل تأكيد يعني اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي أيضا هناك حراك كبير، الكل يشارككم هذه الفرحة فعلا. وما هو إلا تأكيد على دوركم المشهود في عمان من خلال أيضا الحقل التعليمي بشكل عام. نبدأ أيضا نتحدث هنا عن دور المعلم، لابد أن هذا الدور اليوم لا يقتصر على التعليم فقط، إنما هناك أيضا مجالات أهم في تنشئة الفرد على القيم، على الأخلاق، على المواطنة والهوية العمانية أيضا. بالتأكيد دور المعلم بالأساس لا يقتصر فقط على التعليم أو على الجانب التعليمي، وإنما في الأساس بداية على الجانب التربوي. صحيح. لأن المعلم في النهاية هو قدوة، والمعلم هو أب آخر لأبناء الطلاب. يعني بالتالي المعلم إذا لم يكن في يعني في موقف هذه في الموقف الصحيح أو في يعني يعتبر نفسه كقدوة حقيقية لهؤلاء الأبناء، فبالتالي لن يستطيع أبدا يعني أن يأخذهم إلى بر الأمان، وبالتالي يجب عليه أن يمثل دور الأسرة ولكن في المدرسة. جميل. في تنشئة هؤلاء الطلاب، يعني المعلم يكون دائما فخورا بأبنائه الطلاب عندما يراهم على في أخلاقهم في مستواهم التعليمي نتاج غرسه هو. صحيح. عندما يرى ذلك يعني بعد سنوات من الجهد يعني شيء فعلا يثلج الصدر حقيقة. نعم. العام الماضي كان استثنائي بالنسبة للمعلمين، فقدتم مقاعات الدراسة. نعم. نعم. فقدتم التفاعل المباشر أيضا مع الطلبة. أيوة. جائحة كورونا فرضت علينا أنماط مختلفة. صحيح. نتحدث عن هذا الجانب، عن هذا الفقد العظيم بالنسبة للمعلمين. يعني حسب لقاءاتنا مع المعلمين حتى في المجتمع والطلبة، يعني طالب يقول لك أنا أشتاق الصف، أشتاق المعلم، أشتاق تلك اللحظات داخل الصف برفقة الزملاء. فعلا فقد عظيم جدا. يعني أنت كمعلم تعودت على نمط معين. صحيح. تعودت على مواجهة هؤلاء الطلاب، هم أسرتك في المدرسة. هذا يعني المدرسة بالأساس هي بيتك الثاني. صحيح. فهذا لما تفقد أنت أبنائك تحس فعلا بنوع من الغربة وأنت في بيتك. يعني المدرسة هي بيتك الثاني، وبالتالي مسألة التواصل ومسألة يعني القرب من الطلبة شيء مختلف فعلا. ولكن بما أن هذه الجائحة يعني طالت جميع أنحاء العالم، يجب يعني علينا أن نتواءم معها، لا نستسلم. صح. لها بالتأكيد لابد
يعني أن نأخذ منها دروس، أن تعلمنا الكثير من الأمور. صحيح، يعني هذه الظروف الاستثنائية أستاذ محمود أكدت على مكانة المعلم. أنتم اليوم من الصفوف الأمامية أيضا، هناك جهد جهيد عبر مواقع التعلم عن بعد التي أتاحتها لكم الوزارة من خلال بوابة التعليم، بالإضافة إلى جهود فردية أيضا على مستوى المعلمين لتدريس الطلاب. نتحدث عن هذه التجربة أيضا، بالنسبة لكم تعتبر جديدة ولكن مهمة، وليست ترف إنما ضرورة في هذه المرحلة. لا، هي ضرورة فعلا، ضرورة، صارت ضرورة من بالتأكيد، يعني المجهودات الواضحة من الوزارة. طبعا أنا كنت أتمنى أن هذه المجهودات طبعا هي موجودة من قبل، ولكن مسألة تعود المعلمين على التقنية، يعني لم أكن أتمنى أن ننتظر جائحة كورونا لكي نقتحمها. صحيح، كان المفترض أن نقتحمها تدريجيا حتى عندما تأتينا مثل هذه الظروف نكون مستعدين فعلا. ونحن الحمد لله، يعني أن تصل متأخرا خير من أن لا تصل أبدا. فبالتالي يعني المعلم صار الآن مدرك للكثير من التقنيات، صار عكس أنا من يعني من المعلمين القدامى، أعتبر من المعلمين القدامى. كم سنة تقريبا؟ تقريبا حاليا 28 سنة في التدريس. ما شاء الله تبارك الله. لما تفقد أنت الجانب اللي تعودت عليه وتأتي فجأة للتعليم الإلكتروني والبعد عن الطلاب، أو بعض المدارس اللي صار فيها التعليم مدمج يعني أسبوع بأسبوع. صحيح، صرت أمام خيارات متعددة، صار عندك أكثر من خيار. يعني ننظر إلى الأمر بإيجابية فعلا، يعني التقنيات هذه والتطبيقات والمواقع الإلكترونية كنا ما نعرفها سابقا. صحيح، صرنا الآن نتعود عليها تدريجيا. أبنائنا صاروا يتعودوا على الأجهزة الإلكترونية، صاروا يتعودوا على مثل هذه التطبيقات، ففعلا الأمر صار إيجابي. بس نريد نستمر فيه حتى بإذن الله تنتهي جائحة كورونا، نستمر على نفس المنوال، يعني بين التعليم اللي تعودنا عليه سابقا وبين التعليم الجديد هذا. يعني يقول لك حتى رغم بشاعة كورونا إلا أن أظهر وأفرز جوانب إيجابية. نعم، 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 منها. صحيح، هذا التحول الرقمي. نعم، لقطاعات مختلفة من بينها قطاع التعليم بدون بالتأكيد. أدنى شك. نعم، الطلبة ماذا يقولون أيضا، تجارب الطلبة في التعليم عن بعد؟ والله الطلبة طبعا بين يعني على حسب المعطيات، على حسب الظروف. أحيانا أنت تتعامل مع طلبة في مدينة مختلف عن أن تتعامل مع طلبة في منطقة جبلية. صحيح، فالطلبة يعني على حسب ظروفهم، ظروف الإنترنت، ظروف الطاقات الاستيعابية للمدارس، ظروف الأجهزة اللي موجودة عند أولياء الأمور وغيره. فهنا تختلف التوجهات وتختلف ردود الأفعال من الطلبة حول هذا الجانب. نعم، أنا أرجع وأتحدث عن مكانة المعلم العماني على وجه التحديد. نعم، كيف ترى المجتمع، كيف يرى المعلم؟ هل ما زالت تلك القيمة الكبيرة بالنسبة للمعلم حاضرة بالتأكيد حتى يومنا هذا؟ نعم بالتأكيد. تستشعرها بعد 28 قيمة سنة؟ قيمة المعلم، الكثير يردد هذه العبارة، يقول قيمة المعلم كانت سابقا كانت. صحيح، أفضل، وكان الطالب يعني يحترم المعلم ويخاف من المعلم. وأنا أثرت هذه النقطة على أثر هذه الأقوال. نعم، هي هذا الشيء فعلا كان موجود سابقا يعني. لكن أيضا لا نظلم الجيل الحالي، الجيل الحالي أيضا ما زال يحترم المعلم، وأولياء الأمور الآن صاروا مدركين بسبب، سبحان الله، قلتي طبعا ذكرتي جائحة كورونا والوجه الإيجابي لها. يعني هذا الأمر أظهر للأسر قيمة المعلم، وأعاد للمعلم بعض من تلك القيمة القديمة السابقة التي كان يعتقدها أو كان يراها أولياء الأمور في هؤلاء المعلمين. حقيقة الأمر يعني الشيء فعلا يعني يشعر الإنسان يعني احنا كمعلمين يشعرنا فعلا بالفخر. يعني لما الطالب يشعر بقيمة المعلم، لما ولي الأمر يشعر بقيمة المعلم، الأسرة بشكل عام، المجتمع بشكل عام يشعر بقيمة المعلم، هذه فعلا حاجة احنا عاصرناها سابقا، يعني بداية التسعينات وعاصرناها ايضا الحين في القرن الحادي والعشرين. نعم، أنا أريد أضيف للحوار نكهة. نعم، أخرى. نتحدث عن مواقف جماعتك مع طلابك نبرهن من خلالها هذه القيمة، ثمت مواقف حاضرة في ذهنك؟ مواقف كثيرة يعني 28 سنة أكيد في مواقف أكيد حافلة يعني بالمواقف. صحيح، الكثيرة، بعضها طبعا مواقف صادمة، ربما مواقف كوميدية. نسمع الكوميدي، نسمع، نغير مجرى الحوار شوية. إذا كان في مجال، يعني ربما صار لي موقف ما أنساه طبعا طول حياتي، في بداية
بداية حياتي المهنية يعني. أيوة. أنا من يعني من الناس اللي دائما أريد أن أكون منصف يعني دائما في درجاتي في تقييمي للطلاب ولغيره. فصار مرة من المرات إن اشتكى أحد أولياء الأمور على درجة ابنه إنه راسب يعني في 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 مواد متعددة يعني. نعم. من ضمن المواد مادة اللغة العربية. أنا من النوع اللي أحتفظ بالأوراق إلى آخر السنة أو إلى السنة القادمة يعني. ما شاء الله. ففي مرة من المرات سبحان الله احتفظت بالأوراق في البيت في المكتب معي تحت في صندوق، وسبحان الله يعني قدر الله وما شاء فعل، جاء ولي الأمر هذا واشتكى أن ابنه مظلوم يعني. أيوة. فجاءت لجنة من الـ من الـ أتذكر الموقف ودائما يعني أضحك على الموقف لأنه موقف فعلا في جميل. يعني فكاهي طويل جدا يعني هو ما مشكلة نسمع عندنا دقائق. فطلبوا منا أن نجيب الأوراق، أوراق الطلبة هذه. طبعا في يومها في يومها اتصلوا بي من البيت قالوا لي عاملة المنزل تريد تنظف المكان يعني. قلت لهم ما مشكلة، قالوا في صندوق تحت فيه أوراق قديمة وكذا. قلت لهم ما مشكلة يعني أنا نسيت الأوراق، أوراق الامتحان الجديدة هذه اللي حاطينها في نفس المكان يعني. راحت عاملة المنزل شالت هذا وترميه وين؟ في صندوق المخلفات في خارج البيت يعني. نعم. جيت أنا بسيارتي طبعا المدرسة قريبة على أساس أني أشيل الأوراق، فقدت الصندوق مباشرة. فوين الصندوق؟ قالوا لي في سلة المهملات. رحت على سلة المهملات الخارجية طبعا اللي هي الصندوق الكبير الحاوية اللي أدور من فوق يعني، فما أعرف إيش أعمل بالضبط لأني مرتبك في بداية الحياة المهنية. أنت تخاف أصلا لأنك ما عندك يعني تخاف من أي مسؤول في ذاك الوقت يعني، ومطلوب منك أنك تجيب هذه الأوراق. فالمهم تعرفي آخر شيء وين حصلت الأوراق؟ وين حصلتها؟ طبعا عشان أختصر الحديث كامل، حصلتها في محرقة البلدية. ورحت تجيبها؟ رحت أجيبها من محرقة البلدية طبعا بالتعاون مع هذا من المواقف الطريفة، لكن بنتكلم عن الجوانب الإيجابية الأخرى. حقيقة الأمر يعني يعني أنا أشعر بالفخر كثير جدا. اليوم جاتني كثير من الرسائل من أبناء الطلبة. جميل. أبنائي طبعا اللي موجودين في المدرسة، طفل صغير ما توقعت حقيقة يعني إنه يقدم لي هدية في الحصة أثناء الحصة. قال لي أستاذ قبل لا تروح عندي لك هدية يعني، حاجة فعلا خلتني واقف يمكن لمدة يمكن أقول ما أعرف أتكلم يعني لمدة دقيقتين يعني، واقف كذا دقيقتين ما شوية ترى في الحصة. صحيح. خجلت من نفسي كثير يعني فعلا يعني. جاني اتصال من ابني طالب يعني أحد الطلبة من أبنائي. سولفت معه يعني أقول له كيف أحوالك كيف أنت كيف؟ قال أنا سلكت نفس الدرب أستاذ. أنا معلم كيف اليوم. كيف سلكت نفس الدرب؟ قال لي أنا معلم، أنا الحين أتدرب كمعلم يعني. جميل. لا ومعلم لغة عربية. جميل. يقول حبيت اللغة العربية. صحيح. فخلاص اقتحمت اللغة العربية. ودائما يقال يعني المعلم المؤثر هو المعلم الملهم بالنسبة للطالب. الحمد لله. يعني ربما نحن تمر علينا أو شخصيات مختلفة من المعلمين، ولكن نعم. هناك مجموعة من المعلمين تبقى ذكرياتهم حاضرة حتى بعد سنوات طوال. نعم. الآن أنا نفس الشيء في المدرسة معنا في معلم متدرب كان في نفس المدرسة هو قبل 5 سنوات كطالب عندي في الصف جفين. 12. فسبحان الله يعني. صحيح. مثل هذه الأمور فعلا تشعر الإنسان بغض النظر عن الاحتفال وعن الاحتفاء، هذه هي الأشياء اللي صحيح. فعلا يشعر فيها المعلم فعلا أنه احتفل به. صحيح. حقيقة. وما يلفت انتباهي دائما عندما يتحدث معلم عن طلابه يقول أبنائي. نعم. أو حتى معلمة تقول بناتي أبنائي. في الصف كلهم أبنائي. صحيح. نعم. نتحدث عن هذا الدور المشترك بين الأسرة وأيضا بين المعلم أو نعم. المدرسة بمجتمع أكبر في غرس القيم في غرس الأخلاق للطلبة، خاصة الحلقات الأولى ربما هي نعم. أكثر تأثيرا نعم. بتكوين شخصية الفرد داخلها. لا شك أن يعني كل الحلقات هي طبعا كل الحلقات مهمة. دور المعلم يجب أن يكون موجودا يعني في المدرسة معين للأسرة. ويمكن كلمة معين فقط يمكن لا تؤدي يعني حق الكلمة نفسها يعني. نقول هو في النهاية هو أب، المعلم هو أب آخر لهذا الطالب أو لهذا الطفل سواء في المرحلة الأولى أو في المرحلة حتى في 12. المشكلة تكمن وين بالضبط؟ المشكلة لما تكون في اتكالية في مسألة التربية، إن والله إحنا ودينا أولادنا إلى المدرسة خلاص هم راح يعلموهم القيم في التربية الإسلامية وفي اللغة العربية وفي غيرها بيعلموهم أشياء مثل هذه الأشياء. ونفس الشيء بعض المعلمين ربما يقولوا مسألة التربية هذه إحنا نخليها للأسرة، فمسألة التربية هذه تكون للأسرة،
فيصير نوع من عدم التوافق في هذا الجانب. لكن دور المعلم بالتأكيد هو دور تربوي بحت قبل أن يكون دور تعليمي. جميل. نعم. يعني رسالتك الأخيرة إلى كل معلم ومعلمة على امتداد عمان الشامخة اليوم. طبعا رسالتي أن المعلم يجب أن يكون قدوة لهؤلاء الطلبة. طبعا ربما نسيت، لكن أحيي جميع المعلمين في جميع أنحاء عماننا الحبيبة بمناسبة يوم المعلم العماني، ويبقى الاحتفال والاحتفاء هذه مسألة طبعا جانبية. الاحتفاء الحقيقي بالمعلم هو إنتاجه في هذه المدارس، إنتاجه من الطلبة. نعم. كل التحية لكم، تحية تقدير على وجودك اليوم أيضا معنا. نعم. للاحتفاء بالمعلم العماني الأستاذ محمود بن سعيد البلوشي، معلم لغة عربية. شكرا أستاذ محمود. شكرا، أنا اللي أشكركم صراحة على هذه الاستضافة وعلى إتاحة الفرصة للحديث عن هذا الجانب. جزاكم الله خير، وجزا المعلمين في عماننا الحبيبة كلهم جزاهم الله كل خير. الله يخليك. بارك الله فيك. الله يخليك. نتواصل معكم مشاهدينا الأحبة في متابعة أمسية الليل من برنامجكم من عمان بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا.